السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد بسيوني، أهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما أنتم عارفين إن باب التقديم للدراسة في ألمانيا قرب، وأنا قررت إن أنا أمشي معاك خطوة خطوة، وهفترض إن أنت ما تعرفش أي حاجة عن الدراسة في ألمانيا، كل اللي أنت تعرفه إن أنت عايز من قلبك بجد إن أنت تسافر ألمانيا. هنمشي مع بعض خطوة خطوة، فيديو هينزل ورا فيديو، هعلمك إزاي تجهز ورقك لحد لما تاخد الفيزا. الفيديو ده هو أول فيديو من سلسلة فيديوهات الدراسة في ألمانيا. بعد ما تخلص الفيديوهات دي أنت مش محتاج تسأل أي حد ولا تروح لأي شركة تنصب عليك، خليك معايا بس وانت هتفهم كل حاجة وهتجهز ورقك خطوة خطوة بنفسك. انا عارف ومقدر كويس اللخبطة اللي انت فيها، بطمنك ان احنا عدينا كلنا بنفس المرحلة دي، اللي هو مش عارفين نبدأ منين ولا نروح فين ولا نيجي فين، وعايزين حد بس فهمان كده يسستم لنا الدنيا ويقول لنا نعمل ايه واحنا هنمشي وراه وخلاص. انا هنقلك تجربتي الشخصية في الفيديوهات اللي جاية دي كلها، بحيث ان اي مطب وقعت فيه انت ان شاء الله تتجنبه، البروسيسنج بتاع الورق بتاعك يبقى اسرع مني بكتير. من غير كلام كتير يلا بينا نبتدي باول خطوة ليك في رحلتك للسفر لألمانيا. اول خطوه للسفر لالمانيا واول سؤال محتاج تساله لنفسك، انا عايز ادرس ايه بالظبط في المانيا؟ عايز ادرس هندسه ولا طب ولا فلك ولا ادب ولا رياضه، ولا اجي ادرس لغه؟ عايز ادرس ايه بالظبط، وايه الجامعه المناسبه ليا؟ زي ما انتم عارفين المانيا فيها اكتر من 380 جامعه ومؤسسه تعليم عالي، 40 منها من افضل 500 جامعه على مستوى العالم. فاهم، واول خطوه انت محتاج تعرفها، انا هقدم على ايه بالظبط؟ النهارده انا هعلمك ازاي تجيب الجامعات المناسبه ليك. النهارده هكلمك عن موقع من اهم المواقع اللي هتستخدمها في رحلتك في الدراسة في ألمانيا، تقدر تعتبره كده دراعك اليمين، أكتر موقع بيسهل عليك وبيوفر عليك وقت كتير جدا، موجود عليه كل البرامج المحتملة اللي أنت ممكن تيجي تدرسها في ألمانيا. الموقع ده ليه مميزات كتيرة جدا، وواحدة من أهم المميزات دي إنك تقدر تستخدم الفلاتر بتاعته في إنك توصل للجامعة المناسبة ليك، المناسبة ليك في لغة الدراسة سواء إنجليزي ولا ألماني أو الاتنين مع بعض، المناسبة ليك لو أنت عايز في بلد معينة، لو أهلك مثلا موجودين في ألمانيا وأنت عايز تبقى موجود جنبهم في مدينة معينة أو في بلد معينه، ممكن الفلاتر تساعدك في حاجه زي كده، مناسبه ليك من جهه مصاريف الجامعه في الترم الواحد، وكمان هيحدد لك الديجري اللي انت عايز تدرسها سواء بكالوريوس ولا ماجستير ولا بي اتش دي ولا تيجي تعمل كورس لغه، هتلاقي كل الحاجات دي موجوده على الموقع ده. من غير كلام كتير يلا نشوف الموقع ده بيشتغل ازاي وازاي نستخدمه باحترافيه. بس خد بالك ان اي سكه او اي ويب سايت هتدخل عليه غير اللي انا هقوله لك ده، دي مسؤوليتك. كده فتحنا الموقع اهو، بيقول لك هنا ان في 2047 برنامج متاح للدراسه. زي ما انت شايف هنا كده في سيرش بار، في هنا بتختار الكورس تايب، هتختار الدراسه اللي انت عايزها اذا كانت بكالوريوس ولا ماستر ديجري ولا اللي انت عايزه. خلينا نقول مثلا بكالوريوس، ممكن ندرس انجليزي بس، يعني خليه يطلع لنا ده ويطلع لنا ده، تمام قوي كده. لو جيت تبص هنا هتلاقي ان هو مطلع لك 60 برنامج متاح ليك، فعايزين نصعب الموضوع شويه ونقلل العدد بتاع ال 60 ده لحاجه اقل، خلينا مثلا نقول ميكانيكال انجينير، هتلاقي العدد قلل ايه؟ ل 20، كويس، عايزين نقلله برده كمان شويه. تعالى هنا ممكن نحدد المكان اللي زي ما بقول لك اللي عايز تدرس فيه، انت ممكن تختار المدينه اللي انت عايز تدرس فيها، عايز تدرس في برلين، عايز تدرس في هامبورغ، عايز تدرس في اي مكان انت عايزه، بحيث ان لو ليك قرايب في البلد دي تعرف تدرس جنبهم وتكون قريب منهم. للصفحه الثانيه اهو، دي الصفحه الثانيه، دي باقي الجامعات. المطلوب منك دلوقتي انك تدخل على الجامعات دي جامعه جامعه وتذاكر الويب سايت بتاعها كويس وتشوف ايه الريكويرمنت، لان مش كل الريكويرمنتس بتبقى موجوده على موقع الداد، فانت محتاج تذاكر الجامعه دي واحده واحده. كل جامعه مثلا ممكن تاخد لها يومين ثلاثه على ما تذاكرها كويس، الخطوه دي بتاخد لها مثلا اسبوع او 10 ايام. لازم تبقى حاطط في دماغك ان هو مش يلا هوب، لا، انت لازم تتأنى في الخطوه دي، لان دي هيبان عليها حاجات كتيره قوي. لازم تبقى عارف طريقه التقديم على الجامعه دي ازاي، هل بتقدم عن طريق اليوني اسيست ولا بتبعت لها ورقك دايركت، الحاجات دي كلها طبعا هنتكلم عنها في الفيديوهات اللي جايه. بس انت لازم تذاكر الويب سايت بتاع الجامعه كويس جدا، وتعمل شيت اكسل كده مكتوب فيه اسم الجامعه والداتا بتاعتها والريكويرمنت بتاعتها والمصاريف بتاعتها والتقديم عليها بيبقى امتى، ترم صيفي ولا ترم شتوي وهكذا. بتكتب كل المعلومات كده في شيت اكسل كده او في ورقه وقلم، بس يعني عشان تبقى الدنيا متهندله اكتر، لو انت بتعرف تستخدم الاكسل استخدمه. امشي ورايا بس ستيب باي ستيب باي كده، وان شاء الله هتعرف تجيب الجامعه المناسبه ليك. ناخد واحده راندوملي كده،
ميكانيكال انجينيرنج في اسن. الصفحه لما بتتفتح كده بتلاقي هنا الاوفر فيو، بتلاقي الكورس ديتيلز، بتلاقي التكلفه بتاعت الدراسه، بتلاقي المتطلبات بتاعت التسجيل، شويه خدمات بيقدمها الموقع، وبتلاقي هنا الكونتاكت انفورميشن، اسف ايوه هنا كده تقدر تتواصل مع الجامعه دي. ده الميل بتاعهم، ده العنوان، ده التليفون، كل حاجه انت ممكن تتواصل مع الجامعه دي. طيب خلينا ننزل تحت شويه. لغه الدراسه بيقول لك طبعا الاول ان هو بكالوريوس، وبيقول لك ان التدريس بيبقى بالانجلش وبالالماني الاثنين مع بعض، فانت لازم دي لانجويج ريكويرمنت. فهو بيقول لك ان النص بيبقى الماني والنص بيبقى انجلش، فانت لازم تبقى ايه الاثنين موجود. بيقول لك ان عدد الترمات بتاعتها 6 ترمات، وبيبتدي في الوينتر سيمستر، وده الديسكريبشن بتاع الكونتنت بتاع الدراسه، يعني لو عايز تعرف هما بيدرسوا ايه بالظبط. خلينا نشوف الكورس ديتيلز، دي هيعرفك اكتر على الكورس نفسه. بيقول لك في اول سنه تدرس كذا 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 كذا. تاني بيقول لك هنا ان التدريس هيبقى 50% انجلش و50% الماني، انت محتاج الماني. طب خلينا نشوف الريكويرمنت بقى، ده هنا الكوست، معرفش يبقى كاتبها ولا لا، لازم تدخل على موقع الجامعه تشوف الكوست. بس هو بيقول لك هي حوالي 320 يورو بير سمستر. هنا كاتب لك الكوست اوف ليفنج، دي حاجه حلوه برضو ان هو يعرفك البلد اللي انت هتعيش فيها دي محتاج قد ايه فلوس عشان تعيش في الشهر عيشه كويسه، يعني عيشه مرتاحه جدا. بيقول لك ان وي ريكومند ان البادجت تبقى حوالي 900 يورو بير مانث. تعال نشوف بقى الحاجه المهمه وهي الريكويرمنت بتاعت كل جامعه. هيقول لك هنا اللانجوج ريكويرمنت، هيقول لك انت محتاج قد ايه مستوى في الالماني ومحتاج قد ايه مستوى في الانجليش. يعني هنا بيقول لك مثلا انك عايز الجيرمان لانجوج محتاج البي 2. بندخل بقى على الويب سايت بتاع الجامعه، برده بتلاقيه بالالماني، ممكن طبعا تغير اللغه بتاعته عادي، بس ده بالانجليش كويس. يعني هتلاقي بقى الموقع، طبعا اول مره افتح الموقع الجامعه دي اني معرفوش، بس كل جامعه بيبقى ليها شكل كده معين، فورم معينه، بس كلهم سهلين. يعني ده لو انت هتدرس، او بيقول لك البكالوريوس، الماستر ديجري، ستادي انفورميشن، الادمشن ريكويرمنت، يعني شروط القبول. تقعد كده تفلي ايه في البتاع، خلينا نقول له ان احنا عايزين البرامج بتاعت البكالوريوس. هتلاقيه كاتب لك هنا في اول سنه انت بتعمل ايه، ده كده اول سنه انت بتعمل ايه، ودي تاني سنه في مواد كور يعني مواد اساسيه، وهتعمل مشاريع، وفي مواد الكتف هتاخدها يعني مواد اختياري بتختارها، وفي اخر سنه بتعمل اللي هي بتعمل اللي هو مشروع التخرج او الانترنشيب. هتلاقيه كاتب لك هنا برده في اول سنه بتعمل ايه، وهنا بعد ما بتخلص اول سنه. بص هتلاقيه كاتب لك كل التفاصيل. طيب الريكويرمنت، احنا محتاجين نعرف ايه هي الريكويرمنت. الاول هو بيقول لك ان كل دي برامج انت تقدر تقدم عليها. طبعا احنا كنا عايزين الميكانيكال، يعني في الالكتريكال وفي هتلاقي كل الحاجات دي، بس احنا كنا داخلين على الميكانيكال من الاول. خلينا نقول له احنا عايزين الميكانيكال. الميكانيكال كاتب لك هنا انك هتاخد في السمستر الاولاني الحاجات دي، ماس 2 ماس مش عارف ايه، جنرال كيمستري، بلا بلا بلا، وتلاقي السمستر الثاني هتلاقي كاتب لك كل التفاصيل اللي هتاخدها في كل ترم. اتمنى ان انا اكون عرفتكم ازاي تستخدموا على الاقل الاساسيات بتاعه موقع الداد. كان نفسي اعمل لكم لو انت هتدرس ماستر ديجري ولا دكتوراه ولا حاجات دي، بس عشان ما نطولش عليكم، بس انتوا ممكن تدخلوا وتدعبسوا. يعني انا علمتكم البيزكس او حاجات الاساسيه، زي ما انتم شايفين هو سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه، بس الناس كانت بتبعت لي رسائل احنا مش عارفين نستخدمه، اظن لانهم كانوا بيدخلوا على لينكات تانية، يعني في بلاتفورم تانية نفس الوضع السيرش ده بس بيبقى عقيم شويه. فده احسن حاجه، فولو ماي ستيبس، وان شاء الله باذن الله هتلاقي البرنامج اللي انت عايزه في الجامعه اللي انت تحبها. لسه في فيديوهات تانية كتير هتتعمل، ومواقع تانية عايز اشرحها لانك بتستخدمها، زي مثلا موقع زي اليوني اسيست، ده من اهم المواقع برده اللي هتستخدمها، لان ده اللي بيستلم ورقك. انت بتبعت، مش بتبعت ورقك للجامعه، انت اكشلي بتبعته لليوني اسيست وهو بيراجع ورقك. ده غير فيديوهات تانية كتير كلها هحطها في بلاي ليست واحده، بحيث انك ما تروحش في حتت كتير، هي بلاي ليست واحده مش هتحتاج غيرها تقريبا. وبكده تكون انتهت اول خطوه ليك في سكه الدراسه الالمانيه. اشوفك الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.